السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ومخزن جديد. هذا المكان اللي اول مره اشتري من عنده صراحه، قريب علي هذا المكان، ولكن هذه اول مره اشتري من عند هذا المخازن او هذه المخازن. اخذت هذا المخزن اللي هو 10 في 10 فيت 10 في 10 قدم، اللي هو 231. هذا المخزن صار كله ب 120 دولار. فخلونا نفتحه ونشوف شنو اللي بداخله. البداية كالعادة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، نفتحه ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، هذا المخزن، هاي بداية مبشرة. في هذا كوين، أخذنا كوين من عنده، هاي أول 25 سنت. نبلش نشوف شكو بهذا المخزن. هنا أنا شكو، هنا أنا، هنا أنا فلاش. بس لا يطلع داخل هذا فلاش. لا والله غراض، شوفهم بعدين. عندنا هنا أنا شكو على السطل، هذا الفير داخل هذا الفير. أول شيء عندنا هذا الفير أو السشوار، نقدر نقول عليه 10 دولارات، وهذه 5 دولارات. باقي تراش، كلها تراش ما تفيد. عدنا صراحة اللي جذبني إلهم هاي التلفزيونات الاثنين، اللي هو هذا واحد وهذاك الثاني. بخلي نشوف التلفزيونات شنو هذا. أعتقد هذا مكسور، إيه والله هذا مكسور. شوفون هذا مالته، بس ما أخذ على البيت، وحتى الملمس من هنا مفطور مع الأسف. هذا الكبير تقريبا 80% مكسور. عندنا ذاك نقدر نبيعه بوحدة 50 دولار. نجي بعد ايش عندنا، نذيك نرجع نشوف شنو بداخلها. هذا التيبل مال كلش حلو، اذا يصفط يترتب. هذا التيبل ينباع له ب20 دولار، كلش حلو الديكور. وعندنا هذا همينه يروح له ب20 دولار كالعادة. هذا هواية ينباع، بايع من عنده هواية. سأرجع أقول لكم على سعر الشرابي. بسم الله، شكو هنا أنا حذاء. أوكي، يطلع ماركة. هذا نايك. آه حلو، لغوست كفو. هذا همين عندنا هنا 30 إلى 40 دولار. كفو كفو كفو. هنا ما اعتقد اكو ضوء، نقدر نشوف الغراض اللي بداخله. عندنا هنا شنو، هاي ديكورات. هذه واحد، شوفوا شلون تصير ديكور. ديكورات واحد اثنين، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة. أربعة إذا على 10، هاي همينة 40 دولار للديكورات. وعندنا هذا شنو، هذا هذا كلش حلو. خذوا الصفحة مفوت. هذا كلش حلو، بس لا يطلع مكسر. حلو شوف ليه، شوفكم يا الضوء. هذا الديكور كلش كلش حلو، ما يقبل. شوفوا عليه هذا يتعلق.
هذا عندنا هنا همين نقول عليه $30 كل زين. نرجع مثل ما قلنا عندنا هاي الشرابي 1-2 شرابي 2 عندنا هنا شرابي 2 عندنا هنا هذه اعتقد هذه كوين سايز هذا الدوشق وهذا مالته ينباعون $75 عندنا هنا حتى التخت مالتها هل ترى التخت موجود لهذا مالته لازم نطلعهم برا نشوف اي والله ذاك هي مالته للتخت يعني التخت كامل يعني الحمد لله الكوين سايز 1-2-3 ذني مثل الورد ينباع لهم من 150 إلى $200 كلش كل الزين الحمد لله وعندنا هذا الأكبر اللي هو الكينج سايز همين بايع من عنده على $75 هو والباك سبرينج مالته خلصنا هاي الجهة نجي على الجهة الأخيرة هذا شنو هذا على الكهرب والله أصلا على السيارة هذا يشتغل $10 هذه مال أبل داونلود هذه مال شنو هذه والله ما أعرف هنا أنا كله وايرات أيوة شنو هذا مال شنو من نينتندو ولا إكس بوكس ولا شنو هذا أعتقد هذا مال إكس بوكس ما يقدم الاكس باكس هذا همين $10 ما شنو اعتقد هاي طلقات نعم طلقات المسدس اوكي نشوف هاي صارت هاي هم قديمة مال علي بابا باقي كلها حلوة هذه بس اعتقد هذه مال مشروب والعياذ بالله ما اعتقد شيء بعد وهذه اعتقد خلصنا نعم خلصنا هذا الفيديو اليوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانية سلام